الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن من كان قبلنا من صدر هذه الأمة ممن رضي الله عنهم وأثنى عليهم في كتابه وشهد لهم رسول الله بالخيرية حيث قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، آمنوا بالقرآن فاهتدوا به وانتفعوا به، أعزهم الله بهذا الكتاب وأنجاهم به من الضلالة والعذاب الدنيوي والأخروي. فتأملوا في كتاب الله وأخرجوا لمن بعدهم ما فيه من الكنوز العظيمة والإرشادات الجليلة والهدايات السامية. قال مكحول وهو من التابعين: أربع من كنا فيه كنا له: الشكر والإيمان والدعاء والاستغفار. قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال سبحانه: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أيها المسلمون عباد الله، أمداً قيبت هذه هوري صحابية تابعين بالله، إلهي با سبحانه وتعالى وقل نعميه كتابك القرآن كاين الروميين إن السسحة وفهمين ومعنيه سايبرتين، إلهي با كتابك كهنونيي كعزيي وكشرفي، لوميتان إلهي باكيغا إلاليي إلهي باكيغا دوري عذاب الدنيا إيا مدى خربا. وحي نوشيغا نفر الرموت وغفك كسيفوبا وكبت باديو مصائبتا يا أفادك يا عذابك الدنيا يا عذابك آخر لبدبا. مكحول وتابعي كم إذا رقي صحابة علمي كقاطي وحول مكحول رحمه الله تعالى أفر الرمال غفك كسي فوبه كفا إيديه. أرقى كوباد والشكر إلهي غفك ينو مهاد نقو نعمك وغا مهاد نقو. أرقى اللباد نوى إيمانك. أرقى صدحاد نوى الدعاء أدونك ينو إلهي بريه سبحانه وتعالى. أرقى أفراد نوى الاستغفار إنو إلهي وطوبت كينو ويديستنا إلهي الدنبيه دينو كرافو أنو كنا عقاب. أفرت أسيا الرموت وحود الإشادة صدح آيادوه إلهي كتاب كيسا كتيرا. آيادة كوباد لبا لقوة حصي وقول الله سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إلهي عذاب كينا محوكو فليا وسؤال ديد من لوغة شيدو ومعنوه يا إلهي عذاب كينا حوكو فليمايو. وإلهي سبحانه وتعالى أدون حقوق دي سي قدي ربنا أن عاسين إلهي مع عذابه يدوميه سين وعذابه وحصابه إلهي نكع عريسيان ويكع عريسيان إنه يديعان حقوق دي واجباتك إلهي وصاري إيهين السمايان وحان دانتوهين. إلهي سبحانه وتعالى وديدي إلهي وحو تلمامي أدوميه سينان وعذابهين هدين لقاه الله بصفه صفة كوباد والإيمان. إيمانك واصل النجاة من كل شر وبلية وعذاب دنيوي وأخروي. وشيء أصل كوابد بعد لقبت بعد الشر يرباطونا عذاب الدنيا من خرابا وأصاب الأعظم للسعادة والحياة الطيبة والسبب توين اللي بانت إيا وناقة إيا نرش وناكسا.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة طيبة بالإيمان والعمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أدوان كأنت وإيمانك سلاقي هاي إيمانك وكردا وانا دنما وابطا وانا يرادا وحوقوبا وانا تقدر هذا إيه اللي قاني سابت بادا وكبت بادا عرد إلهي نعدشي سعذابك إلهي الدنيا آخر بعد سيد إلهي عيدا وكت المامي أرنك الله بعدنا وشكر وعلمت ويكون معنيين بالطاعة نعم كإلهي وكسينات كقد شوابتو الله هاي نتشعلاتو هاد ويني سود وهو قانسلتو وامر كي ساد قادة طوح وكود راي أنا الضيعين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الشكر هو الطاعة إلهي أمم ما هاد نقين قفك وحي إلهي ودي راي ضيعي وحي إلهي ودي دينا الصمينية أفكها كبيرة هذا الحمد لله يا شكر لله لم يأتي بالشكر الكامل الواجب ما هدنقي دميس كترناي واجبك أدوان كاسي لما إيمان الشكر مركز إذا الله معنى إيوه وقفك إنو كجتش وابنعمك إلهي وسيي إلهي إنو أدعوه قانسمه والدين تيودان إنو أدوان كوكو رقمه وحساب النقضة نعمك إلى زيادان بلا يوين كنا إلى الدفاع مان كما قال ربنا سبحانه لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أرنك صدحات أو شيء مكحول أدونك كسف وبين وكفى إيديه عذابك الدنيا كآخرنا وكقبت باديه والاستغفار أن يقول العبد أستغفر الله أي أطلب مغفرة الله إلهي دافي الديسية أستراد ديسان ويديسانية عفز كيسية الدنبي يخلط كان قال إلهي نانو عقابي تاسو أدون كحسوسين إيسا أن يتوب إلى الله سبحانه إنو إلهي أطوبتك إنو خلط كي يقفكو قالي إلهي ويديسانية إنو كدافون كعقابي إنو كدح بحوه أو كتوبتك إنو إلهي بايري وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون إلهي عذابي ماي عذاب ودقارة نبي محمد وادو دحتوغة تاسي هادا متشر تو رسولك عليه الصلاة والسلام لمي طلبات با فرصة تاقنا إلهي عذابي ماي يغو استغفار لإيمانايا. أيها المسلمون عباد الله استغفارت لنا عواد دعو لنا على وذكري يحس إلهي يا اعتراف إلهي سبحانه وتعالى ونقص أدونك وقرايه فإذا إن كيد وهد بأبدي وحكم إذا إلهي عذاب كيسا لك قبت بهدا وانا رفايسك الله قالوا عدوك إلهي با سبحانه وتعالى أدونك أدو يده وقبرك يا من لازم الاستغفار بارك الله له في الدنيا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والنبي الله نوح فرينو سيدي إلهينا كتاب كي سوك الشاقي والإلهي او استغفار سدا إلهي وامد أستردي نافتان بدن صمدوا إلهي رب ركلا يا خير ديك كين دونا إلهي بايدين سين دونا حولي إنمو إلهي بعدوك يدين بركين دونا وبيال يدور دور ريدين كتشيح دونا واحد كو انتفاع دان نيدين كسوصار دونا. أيها المسلمون عباد الله استغفرت وعربك كفضل وحب أن يوقفك انتهر النفتي سينو كلتش هذا سيو لقب صدو. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعفوه ونعمه ومننه وأن يغفر لنا ما ظهر منا من الذنوب وما بطن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه
وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، أرنك أفراد عذابك الدنيا كآخرة بلغة قبل باده أدون كنا الدنيا آخرة وكفا إذا والدعاء إنه إلهي أدون كو أبريه. دعاء هو عبادة عظيمة وقربة جليلة اشتملت على جمع وعدد من العبادات القلبية واللسانية وعبادات يادوين دعاده وعبادات فربضنا يكوه استيران وحو أدونك قرى يا إلهي غني نمديسة يا ربي الدقس نمديسة يا إلهي أوديسة وحو البو أوده وحو قرى يا إلهي إنو ياهي مستجيب مذا دومها الدعاء ذكا أقبله وحو قرى يا أدونك تقدر رديسة باهديسة يا أود لأنتيسة يا إلهي إنانو كمار مكرين قلبي قيسى إلهي أتشب يوخشو عاية وربي سبحانه وتعالى يصدر لقاء يباهد موتشين عاية عرب قيسى إلهي حصة يوأمان عاية. ولهذا يا قرآن كعبادة سياد قصر غرغط إلهينا سبحانه وتعالى دومه سوى أمرئين بريان ونبى الله قاضي دعادين كاقبلي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ربي قي وحيدي لإبريا وأن ذي نأتيب الدونة هذا الدونة يسوي إلهي مصائبتين وكاعليه في الدنيا والآخرة عذابك إلهي نتكبد باده. فأكثر من الدعاء يا عبد الله الله بريق آد وفر بري قل ما يعبو بكم ربي لولا دعاؤكم. إلهي سبحانه وتعالى وحيد كفل يا إلهي دين أبي لمايو مرهر يدين هلاقي لها ذنوبتي إني يقفكي إني يقابنتي إني يخلتكي إني سببتي. لكن إلهي وحيد كبت بادي إلهي عذاب كويدين كذب لقاي وبريض إلهي سبحانه وتعالى أدبري سام. بيّن الله في هذه الآية أن الدعاء من أعظم أسباب النجاة من عذاب رب العالمين. وإلهي آيات دنكو عدد يدعى دويني تاي أسباب تعذابك إلهي الدنيا آخر بلغة قبت بادو متكم إذا بلكو أواوين إني كم تاي. هذه الأمور الأربعة يا عباد الله الإيمان والشكر والاستغفار والدعاء أمور يسيرة على من يسره الله له والرماد أفضد وقفك إلهي أفضد يا أفضد إلهي بين ويدي سرين أين ونوافتيه ربنا سبحانه وتعالى وإن قدقه كو إلهي عذاب كيسا كهوس قلا أفرتا الرمود إلهي كتاب كيسا وكشاقي إن عذاب كيسا لقى قبت باده. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.